الدكتورة فاطمة عبد الزيد شويني الخزاعي، دكتورة لغة عربية، لها 14 بحث منشور، منها القيمة الدلالية الصوتية في الإيقاع والعلاقات الأسلوبية المستوى الإيقاعي والصوتي وأثرها في المباحث البلاغية في ضوء ادعاء أهل الثغور للإمام زين العابدين عليه السلام وغيرها من البحوث الأخرى. فلتتفضل مشكورة في إلقاء بحثها. شكرا دكتور. بس الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. متباركين بولاية أمير المؤمنين. ألقي على مسامعكم بحثيا موسوم الانزياح الصوتي في رسالة الإمام علي عليه السلام إلى عثمان بن حنيف. بالحقيقة لا زالت خطب الإمام علي عليه السلام مليئة بالأساليب البلاغية الجمالية، وحديثه مع عثمان بن حنيف في كثير من المواضيع البلاغية الغنية بالدراسة، إلا أننا من بين هذه المواضيع اخترنا الانسجام الصوتي الذي استعمله الإمام عليه السلام لمواجهة ابن حنيف بحقيقة ما وصل من أخبار عليه. وعلى وفق ما تقدم قسمنا البحث على مبحثين. تناولت في المبحث الأول الانسجام الصوتي في الرسالة، أما المبحث الثاني فكان من نصيب الإيقاع الصوتي. وبهذا القدر تمت البحث بخاتمة لأبرز النتائج وثبت للمصادر والمراجع. الانسجام الصوتي في رسالة الإمام علي عليه السلام لابد من معرفة أن الصوت المفرد له دلالة في العربية، وأن له مجموعة صفات، ومن هذه الصفات يمكن أن يستكن نوعا من الاستدلالات على نوع مشاعر المنشئ وأجواء النص. لذلك ومهما كانت المناقشات حول الرمزية الصوتية، فإن الباحثين لم يضعوا بعد شروطا ضرورية وكافية لحصرها وضبطها، وإنما تبقى دراستها ذوقية لا تملك البرهنة لإثبات وجهتها. وصاحب النص يتفاعل دائما مع الأصوات مدفوعا في ذلك بالإيقاع الذي سيطر عليه سابقا لعملية التشكيل، لأن الصوت في حالة الغضب يختلف عما هو في حالة الفرح، وكذلك يختلف عما هو في حالة الحزن. ومن هنا لابد من الإشارة إلى أن قضية في غاية الأهمية، إلا وهي أسلوب الإمام علي في رسالته. فمرة نجده يصنع أو ينصح عثمان بن حنيف، وفي المقابل نجده عليه السلام يحذره من عقاب الله وهو اليوم القيامة. وهذا يستوجب استعمال أسلوب خاص في انتقاء الألفاظ المناسبة التي تؤدي المعنى المقصود. فحين يقول يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان، إلى آخر القول، نلاحظ أن الإمام عليه السلام اختار هذه الألفاظ المجسمة لمعانيها في سياق صوتي يمتاز بتوجيه الفكر نحوه. جميع الألفاظ دالة على عتابه لابن حنيف لما فعل في قبول الدعوة، فضلاً عن التلاؤم في الجرس الصوتي والتوليف اللفظي والارتباط العضوي بين مضمون النص وخواتيمه لإبراز الجانب الموسيقي في الفواصل ومراعاة متطلبات. وفي جانب آخر من الرسالة نجد الإمام عليه السلام يختار الإيقاع ومقتضيات التلاؤم النغمي في رسالته، كما استعمل ألفاظ بدلالات مختلفة تدل على التحذير، فيقول فاتق الله يا ابن حنيف إلى نهاية القول. ولو تأملنا الرسالة لوجدنا مقسمة على 3 لوحات. تحدثت اللوحة الأولى عن تذكير ابن حنيف بحلال الله وحرامه وتحذيره من الأكل والحرام ونصحه في الوقف نفسه من أجل أن يصل هذا النص للمسلمين جميعا، في حين نجده عليه السلام في اللوحة الثانية يعمل مقابلة للوحة الأولى في اللفظ والمعنى والدلالة الصوتية، إذ استعمل الإمام عليه السلام في اللوحة الثانية ما يذكرهم بإمامهم ومعيشته وتعامله وعن حقوقه المختصبة.
أما اللوحة الأخيرة تحتوي مجموعة من الألفاظ التي تتضمن التذكير بالله واليوم الآخر، فضلاً عن ذلك فقد استعمل الفاصلة نفسها أو ما يشابهها في رسالته دلالة وتنسيق صوتي يبغي الإمام به تكوين هندسة إيقاعية فيها تكرار الفينومات في مقاطع نبرية، وهذه هي الغاية من التنظيم الإيقاعي. المبحث الثاني كان الإيقاع الصوتي في رسالة الإمام علي عليه السلام. يمثل الإيقاع عنصراً مهماً ومؤثراً في البنية الأدبية والشعرية، ومن دونه يخرج النص من حيز الإبداع والجمال ويفقد بلاغته، كونه يعد من العناصر التي عني بها البلاغيين القدامى ومنهم قدامى بن جعفر الذي ربط بين البلاغة والإيقاع في عدة مواضع أغلبها تدخل ضمن الإيقاع. وإلى جانب ارتباط الإيقاع بالبلاغة نجد له علاقة وطيدة بالبنية الصوتية، لأنه عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ما على مسافات زمنية متساوية أو متجاورة. ومن العناصر الإيقاعية الصوتية التي لها حضور مميز في رسالة الإمام علي عليه السلام نختار الفاصلة. تميزت رسالة الإمام علي عليه السلام بمنهج فريد في فواصله المزجوعة، والمقصود بالفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع فيها إفهام المعنى. وقد استعمل الإمام علي عليه السلام السجع هنا كاستعمال القافية في البيت الشعري، جعل السجع أو الفاصلة جزءا أصيلا من فقرات الرسالة. وإذا نظرنا إلى الرسالة وما فيها من دقة النظم وروعة التأليف وما تجلى فيه من صور جميلة ومن التوقيع الموسيقي، بل ومن صور البيان عامة ما لا يمكن أن يكون إلا في كلام أهل البيت عليهم السلام ودقة استعماله للألفاظ، فنجده مرة يستعمل الفاصلة الكاف ومرة القاف ومرة أخرى الفاء، تنوع في استعمال الفاصلة، وكل استعمال له دلالة ووقع موسيقي محدد. كذلك استعمل الإمام عليه السلام التضاد في عدة من النصوص الموجودة في الرسالة والجناس كذلك، استثماراً للوقت انتقل إلى الخاتمة وما جاء فيها من ملخص. أن دراسة مظاهر الانسجام الصوتي في رسالة الإمام علي عليه السلام لوالي عثمان بن حنيف قد أوصلتنا إلى نتائج يمكن إجمالها بالآتي: ارتبطت أغلب جمل النص بعلاقات منطقية تحمل معاني كثيرة نستدل عليه بالتحليل وإعادة صياغة النص، أي إعادة تشكيله قصد العثور على هذه العلاقات وأظهار أثرها في الترابط الذي بدا عليه النص. أراد الإمام عليه السلام من هذه الرسالة النصح والإرشاد ليس لواليه فقط، بل للمسلمين جميعا بالتحذير والتخويف والابتعاد عن المحرمات والتذكير بيوم الفزع الأكبر. هذه الرسالة وما شابه تحقق العدالة الاجتماعية والسياسية واتباع التعاليم الإسلامية، خصوصا أن المسلمين في هذا الزمن زمن الإمام ارتد بعضهم بسبب الفتن والعداء ضد الإمام علي عليه السلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوائي الأعزاء، باسمكم نرحب بالسيد المتولي الشرعي العتبة العباسية المقزي، أهلا وسهلا بشرفتنا بحضور، شكرا جزيلا. الآن نفتح باب المناقشة إذا أكو أحد إخوان عندهم مداخلة. تفضل دكتور، المايك إخوان، مايك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لسيد مدير الجلسه. بدايه ابنتي الباحثه فاطمه، هل عنوان البحث الانسجام ام الانزياح؟ الانسجام. لدينا في ملخص الانزياح، اذا هذه حتى قرات الانزياح، انت ذكرت الانزياح هو لكن هو اكو انسجام صوتي، فقرات ما وجد في الورقه. الانزياح تستمع البحث كلي. الانسجام، نعم هو الانسجام. نأتي إلى موضوع، هناك نظرية تسمى نظرية الصوت الحاكي، وقد دأب الباحثون على دراستها. لدينا شواهد في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم وليس اثاقلتم، هذا نسميه الصوت الحاكي.
في القرآن الكريم. وورد تلك إذا قسمة غيزة، غيزة نظمة نابقة بدلالتها على ما تعلمنا. هل وردت هذه الجزئية في بحثك؟ هذا أولا. النقطة الثانية دكتورة، ينبغي التفريق بين الفاصل والسج. السج هو عيب والفواصل بلاغة، هذا ما قاله الروماني في رسالته نكت في إعجاز القرآن. إذن لا نخلط ولا نستخدم أو التخيير في موضوع نقول الفاصل أو السج. السج استدعت في هذا البحث، أحسنتم، عيب، ونحن نعلم أن يزيد لعنة الله عليه حينما خاطب الحوراء زينب قال لها سجاع، إذن السجع لم يختلف عليه الجميع، فبذلك نحن متخصصين. لكن هو لون من ألوان البلاغة. لا، مع القرآن الكريم ومع نهج البلاغة ينبغي عدم استخدام لفظة السجع، لأن السجع في اللغة في لسان العرب سجع الطير إذا غنى، ونحن نبعد هذه الألفاظ أكيد. عن أكيد هكذا كتب مقدسة. شكرا جزيلا جنابكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لكم. تفضل دكتور، تفضل. شكرا جزيلا جناب الدكتور على هذه المداخلة اللطيفة. شكرا جزيلا لكم دكتور.